لم يكن من قبيل المصادفة أن تنطلق قوافل الإعمار والتنمية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتواكب الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو التي حملت بين أكفها خارطة طريق لمستقبل مشرق للدولة والمواطن المصري. الرئيس عبد الفتاح السيسي معلنا إطلاق المشروع تفقد اصطفافا لأكثر من 2000 من المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، مؤكدا أن المبادرة ستغير حياة نحو 60 مليون مواطن في أكثر من 1400 قرية وتوابعها بتكلفة تناهز 600 مليار جنيه خلال 3 سنوات. تغيير آخر حقيقي في حياتنا وحياة كتير، أكتر من نص سكان مصر. احنا بنتكلم على يعني فوق 50-60 مليون أو بين 50-60 مليون إنسان في الريف المصري. فاللي انتوا شايفينه ده أنا بقوله لكل المصريين، ده جهد كبير قوي وموارد كبيرة جدا هيتم انفاقها في مدة زمنية بنتمنى زي ما قلت مرة قبل كده انها تنتهي في خلال 3 سنوات. وأكد الرئيس أن الأولوية للصناعات والخامات المصرية داعيا الجميع للتكاتف لإنجاز هذا المشروع الأضخم من نوعه بالمنطقة والعالم. بقول لكل المصانع المصرية لديكم فرصة حقيقية لتطوير قدراتكم وإمكانياتكم وتحسين جودة المنتج بتاعكم، لأن احنا في الأصل بنقول أن الأولوية للصناعة المصرية طالما وجدت المواد والخامات اللي بتستخدم يبقى الأولوية للإيه؟ لحاجتنا للصناعة بتاعتنا. وأوضح الرئيس السيسي أن مصر فقدت الكثير من الأراضي الزراعية نتيجة لعدم استغلال الظهير الصحراوي لمدن الوادي والدلتا لاستيعاب الزيادة السكانية، مطالبا ملاك الأراضي الزراعية بالحفاظ على ما تبقى من الرقعة الزراعية، مشيرا إلى أن عملية الاستصلاح تتطلب تكلفة مالية عالية جدا ترهق الميزانية العامة للدولة وتعطل توجيه الموارد إلى مشروعات تنموية كبرى. لو كان من سنين طويلة فاتت انتبهنا وبنينا المساكن بتاعتنا أولا في مناطق الظهير الصحراوي وحافظنا وخفنا على الأراضي الزراعية المتاحة جوه الريف عندنا، أتصور مش أقل من 1 أو 2 مليون فدان كنا حافظنا عليهم، وهم كانوا يعني لا محتاجين نعمل لهم لا ترع ولا مصارف ولا محتاجين نعمل لهم أي بنية زراعية، بنية ري يعني، وأرض خصبة وبتزرع بقى لها آلاف السنين. ولا تقتصر أيادي الخير التي تحملها مبادرة حياة كريمة عن تطوير البناء، وإنما تمتد إلى صحة الإنسان. لذا فقد أعلن الرئيس السيسي تحمل الدولة لتكلفة علاج مرضى الضمور العضلي للأطفال حديث الولادة والتي تبلغ 3 ملايين دولار لكل طفل، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومن خلال التبرعات لصندوق تحيا مصر. إن شاء الله ممكن يبقى في علاج والدولة تتحمل ده، بس أنا برضو تاني بطالب المنظمات وكل من له قلب بأن في حياة كريمة في صندوق تحيا مصر لهذا الموضوع، لأن الرقم اللي بنتكلم فيه كبير قوي. يعني لو مثال، لو قلنا أن 10 أطفال في 30 مليون دولار يعني حوالي 450 مليون جنيه. إجمالي الحالات المسجلة في مصر 204 حالة اللي تحت سن سنتين 57 حالة. الحالات اللي ممكن نبدأ نعالجها فورا أكتر من 32 حالة. والحقيقة كان التفاوض مع الشركات الدولية المنتجة في صعوبة كبيرة لغاية ما سيادتك في الفترة اللي فاتت لما ظهرت الموضوع ده بشكل كبير في المجتمع، سيادتك واجهتنا ان احنا نتفاوض بشكل اقوى مع الشركات. الحقيقة الشركات استجابت نتيجة ان هي عرفت ان ده ارادة سياسية من
من سيادتك، فتغير طريقة التفاوض. قدرنا الحمد لله ان احنا نوقع الاسبوع اللي فات في وجود هيئة الشراء وهيئة الدواء وسيادة اللي هو محمد الامين صندوق تحيا مصر العقد، وباذن الله هنبدأ نعالج الحالات ابتداء من الاسبوع الجاي. كما أعلن الرئيس السيسي أن مشروع تصنيع مشتقات البلازما في مصر والذي كان حلما أصبح حقيقة، حيث سيتم خلال عام ونصف افتتاح أول مصنع متكامل لهذا المشروع الهام. وبنهاية الاحتفال تفقد الرئيس السيسي معارض الرخام والجرانيت والمنتجات الأسمنتية. تجدوا فرصة وتفكر وأفكار أن الشباب اللي موجودين في القرى دي يشتغلوا معانا في الحاجات دي ويبقى هم بيرضوا عوائدهم. معارض المهمات الميكانيكية وشبكات البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي، ومعارض مهمات الكهرباء ومعارض السيراميك والأدوات الصحية المشاركة ضمن المبادرة. لم يذكر تاريخ مصر الحديث أن قيادة سياسية واعية كالرئيس عبد الفتاح السيسي قد أطلقت من قبل مبادرة كهذه التي تستهدف تخفيف المعاناة عن كاهل أكثر من 50 مليون مواطن وبتكلفة تناهز 600 مليار جنيه. مبادرة تعد أحد أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو وترسم ملامح الجمهورية الجديدة التي ينعم مواطنوها بحياة كريمة. علاء رشوان، النيل.